كثير اليوم مهم وتفعيل دور الجمعيات. شكرا لك حدا اليوم عم يقدم شيء للطلاب ضمن الظروف الصعبه اللي عم نعيشها، وخاصه قديش في غلب القرطاسيه وادوات المدرسه. يعني ممكن شفنا حتى بالفتره الماضيه قديش كان في محاولات حتى من السوريه للتجاره لكسر الاسعار الموجوده بالاسواق، لانه كانت اسعار مرعبه. يعني حدا بيوقف شنطه مدرسه 200,000 يعني، واذا حدا عنده اكثر من طالب هي مشكله كثير كبيره. أكيد اليوم رح نبقى بنفس الفكرة ونحكي اليوم عن التجهيزات بالمدارس بداية العام الجديد، كيف كانت، كيف تم تطبيقها من القرارات اللي كانت من وزارة التربية. رح نحكي بهذا الموضوع أكثر، وضيفنا لليوم هو الأستاذ محسن سعيد وهو مدير مدرسة ابن كثير الدمشقي العامة. أهلا وسهلا أستاذ، ويعطيكم ألف عافية وكل عام وأنتم بخير ببداية العام الجديد. إن شاء الله كل عام وأنتم بخير. أهلا وسهلا. وأبنائنا الطلبة ألف خير، والمعلمين ألف خير، بتمنى منهم عام دراسي حافل بالعطاء، والطلاب والتلاميذ يكون عام دراسي مليء بالمثابرة والاجتهاد إن شاء الله. أستاذ محسن، نحن عادة دائما نستضيف حضرتك لنحكي عن نماذج تربوية مهمة وممكن تكون موجودة بمدرسة عامة، مو شيء غريب. الناس بتفكر أنه إذا هي مدرسة عامة يعني بمعنى حكومية فمعناته رح يكون ما فيها خدمات، غير قادرة أنه هي تقدم كل شيء مقارنة بالمدارس الخاصة، ولكن على العكس. ويمكن عرضنا سابقا صور ونماذج من شغلكم، خلينا نحكي كيف كان استقبالكم هاي السنة للعام الدراسي؟ بداية قمنا بتجهيز وضع خطة لاستقبال الطلاب. طبعا جهزنا كل شيء، من تعقيم الخزانات، من تنظيف المدرسة، من تجهيز الكتب، كل هذه الأمور كانت جاهزة في الأسبوع الإداري للعام الدراسي. ومع بداية العام الدراسي جاء التلاميذ وتم استقبالهم استقبال جيدا، وطبعا شارك في هذا الاستقبال جميع المعلمين والإداريين وجهاز الإرشادي. طبعا استقبلنا الطلاب لأن هذا الطالب غاب أو انقطع فترة عن المدرسة، وهناك طلاب جدد، طلاب جدد بحاجة إلى تأمين بيئة يعني يشعر فيها بالأمان. وهذا الطفل الصغير الذي قد ترك بيئته المنزلية التي كان يشعر فيها بالأمان، الآن جاء إلى بيئة جديدة، هذه البيئة الجديدة يحتاج الطفل فيها أن نشعره بالأمان. فهنا كان دور المعلمات، طبعا جهزوا كل شيء في الصفوف كي يدخل التلميذ إلى غرفة الصف وهو يشعر بالراحة والأمان. يعطيكم ألف عافية. اليوم دائما نقول إحنا المعلمين هن أكثر حدا يمكن عم يحمل مسؤولية كتير كبيرة ضمن الظروف، عم يشتغلوا بظروف كتير قليلة. خلينا نقول، خلينا نحكي اليوم عن توزيع الكتب، وصار في أكثر من إشارة استفهام حول هذا الموضوع. اليوم كيف عم تقدروا تأمنوا هدول الكتب للأطفال، واليوم الأهل ما يضطروا ينزلوا ويشتروها ماديا؟ يعني نحن حاولنا قدر الإمكان تأمين الكتب. الكتب بشكل عام نوعا ما بحاجة، أو هي عبارة عن كتب مدورة، ولكن هناك نسبة من الكتب الجديدة. هذه الكتب الجديدة حاولنا أن نوزعها بشكل عادل، لا يوجد فلان أو فلان، كل الطلاب سواسية، كل التلاميذ سواسية. وقمنا بالتوزيع العادل للكتب، توزيع العادل للكتب يعني كل تلميذ يناله كتابين أو ثلاثة كتب من الكتب الحديثة، فيما تبقى فهو من الكتب القديمة، لأن هناك كتب مدورة كثيرة. ولكن علينا أن نتبع العدل في التوزيع، ولهذا الطالب سوف يصاب بالإحباط، الطالب سوف يصاب ب سوف يشعر بأن لم تكن المعلمة عادلة في توزيع الكتب، وبالتالي سوف يصاب بنفور من المدرسة. أكيد. يمكن أستاذ محسن هون لازم نذكر فكرة مهمة كتير، اللي هي دور المدرسة بزرع ثقافة الاهتمام بالأمور الشخصية للطالب من كتبه إلى ما إلى ذلك. يمكن كل سنة بنشوف صور بتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي عن الطلاب اللي بيكبوا الأوراق أو كتبهم، ويمكن السنة كان كتير في تعليقات على هذا الموضوع، تعليقات سلبية أنه أنت يمكن ما أنك بحاجة هذا الكتاب، وعم مثل ما بيقولوا رشا عم بتنفس أنه خلصت السنة فزتت الأوراق.
نحن هلأ بأزمة ورقيات، يعني حتى الدفاتر الجديدة صار دفتر كتير غالي، ما عاد رخيص. فأنا اليوم إذا ماني بحاجة هذا الكتاب بدل ما كبه فيني روح أتبرع فيه لمدرستي، لطالب تاني ممكن بحاجة إنه هو يستخدمه وأنا حافظ. هاي الثقافة قديه مهمة تنزرع عن طلابنا اليوم لحتى نقدر جيل بعد جيل نفهم شو يعني إنه أنا حافظ على قيمة هذا الكتاب أو ساعد مجتمعي وبالتالي أكبر وأكبر لوصل لقيمة أكبر مثل ما بيقولوا. طبعاً نحن على مدار العام نقوم بتنبيه الطلاب والتلاميذ إلى ضرورة المحافظة على الكتاب. الكتاب شيء ثمين، الكتاب شيء غالي، على التلميذ أن يحافظ عليه. نحن بشكل دائم تقوم عملية المكتبة، تقوم المعلمة بالاستطلاع والكشف على كتب التلاميذ، وهذا الكتاب سيسلم آخر العام إلى المدرسة. وطبعاً أي طالب سيقوم بأي عمل تخريب الكتاب سوف طبعاً هناك عقوبة ستنال هذا التلميذ. ممتاز هذا الشيء لأنه ضروري صار أن يعاقب التلميذ الذي طبعاً أساء لكتابه. نحن نعطيه كتاب جديد ولكن عندما نعطيه كتاب مستعمل ينفر منه. أنت أسأت للكتاب الجديد الذي قد أعطيناك إياه، فلماذا تنفر من الكتاب المستعمل الآن؟ فنحن أيضا هناك الكثير من الأهالي قد تبرعوا لنا بكتب لأطفالهم خصوصا في المدارس الخاصة. هناك أطفال في مدارس خاصة الكتب لديهم هم ليسوا الآن بحاجة إليها، فجاءوا بها إلينا وتبرعوا بها للمدرسة. نحن نشكر هؤلاء الأهل ونقدر هذا العمل الجيد. أستاذ خلينا نروح لقرار وزارة التربية، كان في قرار بعدم التقيد باللباس، خلينا نقول أو التشديد من حيث اللباس. اليوم إذا بتنزل على السوق يعني أنت إذا عندك طفلين أنت بدك اليوم 500,000 تقدر تجيب لهم بس اللباس المدرسة، يعني ممكن أكثر كمان. أنا عم بحكي على قطعتين يعني أعطيكي طفلين وما ضروري يعني أنا أروح لمحل كتير غالي يعني. صحيح. اليوم كان في قرارات، اليوم كيف عم تطبقوا هذا القرار بحيث أنه كمان ضلوا محافظين أنه اليوم الطالب رايح على مدرسة بالنهاية؟ طبعا لا شك أن التلميذ مع بداية العام يأتي إلى المدرسة وهو يرتدي ثيابه المدرسية، ولكن نحن نعلم أن هناك أطفال صغار الأهل عاجزون عن تلبية تلك المتطلبات. نحن لا ندقق كثيرا على هؤلاء الطلاب أو التلاميذ الذين هم من الطبقة الفقيرة. نحن نمهلهم ولكن هذا لا يعني أن نغض نظر عن اللباس المدرسي العام. هناك طلاب من أصحاب أو من أبناء الحالة الميسورة، فنحن هؤلاء عليهم أن يرتدوا الثياب المدرسية. نحن نغض نظر عن الحالات التي نشعر أن هذا الطفل أو التلميذ هو من البيئة الفقيرة. طيب ليه ما بتحاولوا اليوم يكون في تشبيك مع جمعيات اليوم تقدموا لهذا الطفل؟ انتم بتعرفوا اليوم ما في قدرة اليوم انه الاهل يجيبوا له هذا اللباس، يعني ما في اليوم هاي الفكرة انه عن طريق الوزارة عن طريق جمعيات، يعني اليوم كثير مهمة هاي الخطوة تفعيلها. نحن لا ما وجود ما اختصاصكم انتم ككوادر مدرسية؟ نحن لا ما لدينا من ان تأتي اي جمعية وتقوم بتوزيع الملابس او الحقائب المدرسية على التلاميذ. نحن لا نعارض هذه الفكرة، ولكن نحن ليس من اختصاصنا أن نتحاور مع جمعيات خارج نطاق المدرسة. فهذا من يريد أن يتبرع ونحن شاكرين له. أكيد، يعني يمكن شفنا كمان بعض الجمعيات بالفترة الأخيرة هي بلشت تعمل مبادرات للأطفال من خلال القرطاسية اللي هي أصبحت مكلفة. صحيح. أو من خلال ملابس المدرسة. أيضا خلينا نحكي اليوم عن استقبال العام الجديد، صار في مثل نوع جديد من الاستقبال، كل مدرسة تعمل ولو احتفال صغير بالبداية. وهون كمان بدنا ننوه بدنا نبعد شوي عن حالة التنمر، ودائما أي شيء إيجابي نشوفه بطريقة سلبية. كمان من فترة انتشر لأحد المدارس بريف دمشق اللي قدمت شخصية ماشا وتم إنه شو هاي الشخصية اللي قدمتوها، وهو نوع من الاحتفال للأطفال. فهاد إنه لازم بقى شوي يخف حالة التنمر على أي شيء إيجابي. أنتوا كمان مشهورين بطريقة الاحتفال بالعام الدراسي بالنسبة للأطفال الصغار، كيف بدأتوا هاي السنة؟ مع طبعا مع بداية العام قمنا باستقبال الطلاب
وقمنا بهذا اليوم يوم الفرح. هذا التلميذ الذي جاء اليوم إلى المدرسة هو بحاجة أن نشعره بالراحة، أن نشعره بالأمان، أن نؤمن له بيئة مدرسية آمنة، وأنه هذا مكان رح يستفيد منه ورح ينبسط فيه وليس مكان مرعب. يعني قامت بعض المدرسات والمعلمات بالأنشطة، قامت كالمهرجات، قامت الغنائية والأفراح، يعني بما يشبه الجو من الفرح داخل القاعة الصفية. هناك الكثير من الطلاب طبعا كانوا في بداية أول يوم شعروا بالخوف، ولكن الآن باتوا مندفعين للذهاب إلى المدرسة. هذا الجو الذي ساد، شعر الطلاب أنهم في بيئة مدرسية، بيئة مدرسية جميلة وبيئة مدرسية آمنة. الخوف الذي كان شكل على كاهلي قد تبدد هذا الخوف، الآن هو الآن في بيئة صفية مع معلمة رائعة. هذه المعلمة من اليوم الأول أحبها وأحب مدرسته بهذا الاستقبال الجميل الذي استقبل به في المدرسة. دائما أول يوم سلمى هو الأهم يعني، ودائما صحيح. الأهل بيعولوا على هذا اليوم أنه أنا طفلي يا تنهار بفي حابب يروح أو بيقول لك أنا ما بدي. واليوم عن جد يعني أنا كوادر كتير بتجنن، يعني بتحسي أنه هن برغم كل يعني الشكوى اللي عم تكون موجودة بمشاكلهم بالقطاع التعليمي، ولكن هن عم يأدوا هي الرسالة. وقت بيكون في نقص بالكوادر التعليمية اليوم أنتوا كإدارة كيف تتصرفوا؟ نحن قبل بداية العام الأسبوع الإداري طبعا نرفع الشواغر للتربية، مدير التربية فتزودنا التربية بالشواغر ونسد هذا الشاغر. نحن نتواصل مع مدير التربية لرفدنا بالمعلمات من أجل أن نسد هذا النقص في لدى الصفوف. طبعا المدرسة من اليوم الأول لم يكن لدينا أي شاغر في مدرستنا، ونحن الآن مدرسة تمشي بشكل جيد، كل الصفوف لديها معلمات والمعلمات يقومون بالواجب بشكل جيد. هذا إن حصل هناك أي تقصير فنحن أو أي خلل نتواصل مباشرة مع مديرية التربية. نعم أستاذ، كمان خلينا نحكي عن فكرة، بعض المدارس هي تعنى بتقديم ما يسمى الفاقد التعليمي للمراحل الابتدائية، واللي هي بدأت هاي الخطة تعمل عليها الوزارة بشكل عام منذ بداية الحرب على بلدنا وتضرر بعض الطلاب بالمناطق اللي كانت معزولة عن التعليم لفترة معينة. هل ما زلتوا مستمرين بهاي الخطة؟ وقديه صار فينا نقول في عدد صار مؤهل ويمكن خف العدد الغير مؤهل من الأماكن المتضررة؟ هذا ما يسمى الفئة بي. هناك مدارس مختصة بالفئة بي. هذه الفئة بي طبعا ما زالت إلى الآن تستقبل الطلاب. الفئة بي تؤهل الطلاب وتزودهم بالمعلومات من أجل استدراك الفاقد التعليمي كي يصلوا إلى المرحلة التي وصل إليها زملائهم. فهذا يسمى الفاقد التعليمي. الفئة بي، هذه الفئة بي طبعا ما زال هناك العمل مستمر في بعض المدارس. الآن خفت هذه الحالات طبعا بسبب الأوضاع التي الآن بدأ الأمور أكثر استقرارا من ذي قبل. لذلك ولكن ما زالت هناك بعض المدارس تطبق نظام الفئة بي من أجل تعويض الفاقد التعليمي. شهدنا الفاقد التعليمي أيضا سلمى بكارثة الزلزال، اليوم صار في نزوح كثير من المناطق اللي تعرضت للكارثة وكانوا أيضا راحوا فورا للفاقد التعليمي. أستاذ سعيد، كنا عم نحكي شغلة أنه حضرتك قبل ما تبلشوا المدرسة كنت من الأشخاص الأساسيين بالتجهيز، يعني كان عم يقلنا اليوم أنه أنا بمدرستي في حديقة مثل هدول الأشجار اللي برا عند الاستوديو، فهو راح لشطف المدرسة، راح لتعقيم الخزانة. اليوم قدامهم الكادر التدريسي انه نحن اليوم نشتغل على الارض وما ضمن الظروف، اليوم الظروف ما كثير عم تسمح انه نحن نكون مرتاحين يعني، فاليوم كثير مهم القناعه والمحبه لهذا العمل. اليوم كيف عم يكون الكادر التدريسي؟ هل هو يعني عم يكون متفاعل مثل تفاعل حضرتك بالايام الاولى؟ اولا المدير المدرسه او الكادر التدريسي، هذه المدرسه هي بيته الثاني. أنا كمدير مدرسة
المستخدمات كلهم العنصر الإناث. صحيح. هذه أو هؤلاء الإناث غير قادرات على الصعود إلى مثلاً سقف المدرسة. فقمت أنا بالصعود، عقمت الخزانات بيدي وتابعت أيضاً موضوع النظافة. فاليوم الأول قبل بداية المدرسة، طبعاً عندما جئت إلى المدرسة لاحظت أن هذه المدرسة بحاجة إلى تنظيف من جديد لاستقبال الأهالي واستقبال الطلاب طبعاً بمدخل بهي وجميل. فقمت أنا، نعم أنا قمت أنا بذلك، لأن ذلك لا يقلل من قيمة المعلم ولا من قيمة المدرس ولا من قيمة المدير، بالعكس هذا شرف للإنسان أن يعمل لمدرسته، أن يعمل لصالح هذه المدرسة. لأن هذه المدرسة إذا أنا لم أعمل وإذا فلان لم يعمل، فبالتالي هذه المدرسة لن تنال تلك المكانة، لن تنال تلك، أو هؤلاء الطلاب لن يجدوا فيها المكان الآمن والمكان الجميل. الطالب يأتي المدرسة عندما يرى النظافة ويرى كل شيء متوفر في المدرسة، طبعا يعشق مدرسته ولن طبعا ولن يتخلى عنها أبدا، لا يقبل أن ينتقل إلى مدرسة أخرى لأنه أحب هذه المدرسة، أحب المدرسة كل شيء فيها مؤمن. أكيد، يعني دائما هيك بنحب نوجه تحية لك أستاذ ولكل الكادر التعليمي، ونحن ببداية العام إن شاء الله يا رب هالعام الدراسي يكون موفق على طلابنا بجميع المراحل التعليمية. شكرا لك لوجودك معنا ولكل المعلومات اللي قدمت لنا إياها اليوم. شكرا لك، إن شاء الله عام دراسي موفق للجميع. نتمنى للطلابنا ولتلاميذنا عام دراسي حافي بالعطاء، ونتمنى من المعلمين والمدرسات أن يثابرنا في العطاء، ونوجه لهم كل الشكر والتحية. شكرا لك أستاذ سعيد، نحن بدورنا بنتمنى لك كل التوفيق، يعطيكم ألف عافية وموفقين برسالتكم التعليمية الإنسانية التربوية. شكرا لحضرتك. الله شكرا لكم. ومثل ما حكينا رشا، يعني ما لازم يكون هذا النموذج موجود فقط بمدرسة خاصة، لا هو مدام موجود بمدرسة عامة أكيد. فأكيد ممكن يتعمم بعدد من المدارس. دائما الناس فكرة المدرسة العامة، فاليوم وبترجع بتشوفي أطفال بالمدارس العامة مستواهم أفضل بكثير طبعا من المدارس المتفوقين والمتميزين اللي أغلبها مدارس عامة أثبتت هذا الشيء.